دخلت ولاية سنار ذات المقاومات الزراعية الواعدة عصر التطبيق وتوظيف التقنية الحديثة لصالح زراعة وإنتاج مختلف أصناف الحبوب الغذائية. تقنية تعتمد في الحصول على المياه من الآبار الجوفية ومن خلال الري المحوري الذي أصبح واقعا لأول مرة في تاريخ الزراعة الآلية في السودان. يتم زراعة وري مساحات كبيرة في وقت وجيز وبأقل كلفة لتحقيق أكبر معدل للإنتاج. جاء هذا المشروع على خطى الزراعة الحديثة بحيث أن الناس لا تعتمد في الزراعة على الأمطار فقط، وإنما تعتمد على الري المستديم وتزرع الأرض 3 مواسم في السنة. جاءت الفكرة من هنا وبدينا الحمد لله رب العالمين، يعني رغم أنه الفترة كانت قصيرة جدا، بداية التأسيس من شهر 4، حاولنا بقدر الإمكان أنه ندخل هذا الموسم. دخلنا في موسم العروة الصيفية، زرعنا ذرة وسمسم، كانت كبدايات وكتهيئة وتجهيز الأرض ونظافة للأرض للمواسم القادمة. الاتجاه إلى الأساليب الحديثة في كل مراحل الزراعة يهدف إلى تجاوز أساليب الزراعة التقليدية، لا سيما في ظل التحولات المناخية التي أدت إلى تقلص المساحات الزراعية. هي محاولة تتطلع إلى توطين الري المحوري والري بالتنقيط لزيادة الإنتاج. بنشجع كل مستثمر وكل مزارع غادر لأنه يعمل زراعة اللي هي الرشاشات، سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا وقليلة التكلفة بالنسبة للعمالة، بالنسبة للتعامل معها سهلة جدا جدا، بالنسبة في الإنتاج بتاعها يعني نسبة النتائج بتاعتك هي مضمونة 100%. وبالرغم من أن النظام الزراعي الحديث لا يعتمد على العمالة بصورة كبيرة، إلا أنه يحتاج إلى الأيدي العاملة في بعض مراحله، وربما يواجه بعض الصعوبات في سبيل ذلك. المشروع والله ناجح، يعني نأمل أن يعمم على جميع مناطق الدندر، والمستفيد الأول في هذا المشروع هو المزارع والمواطن. يعني أهلنا الحمد لله كسبوا، يعني رغم قلة الأمطار هم اليوم يعني مستفيدين فايدة عظيمة فايدة الحد. لكن هذا المشروع يعني بتنقص العمالة. بدأ المشروع أولى تجاربه بزراعة القطن والذرة وفول الصويا، حيث أثبتت التجارب نجاحا كبيرا، وتتطلع الشركة للتوسع مستقبلا في زراعة الموالح والحبوب الزيتية وإنشاء مصانع بالمنطقة. الزراعة في هذه المنطقة لا تعرف الفصول بل على مدار العام. بدخول نظام الري المحوري الحديث قليل الكلفة وكثير الإنتاج. سليمان الزين، الشروق، مشروع جوهرة سنار، منطقة